القنوط هو السخط واليأس من رحمة الله، وقيل هو شدة اليأس من الخير، كما يعرف بأنه سد باب الأمل، وتوقع القانط إصابته للفشل والخيبة، واستبعاده للفرج بعد الشدائد. والقنوط اليائس هو الشخص الذي ضاقت نفسه بسبب كثرة ذنوبه وتراكم الهموم عليه، فلا يتوقع أن يصيبه الخير ولا يرجو أن يفرج الله كربته. وتوجد عدة مرادفات للقنوط في اللغة، أبرزها اليأس والخيبة. والقنوط هو تلك الآثار التي تظهر على اليائس للتدليل على شدة اليأس التي وصل إليها الإنسان. قال روبرت شولر: القنوط يعد أكبر عدو للنجاح. وقال هيلين كيلر: القنوط هو الشك الذي يتغلغل في العقل ويمنع الإنسان من تحقيق طموحاته. قال هارفي ماكاي: القنوط هو الثمرة المرة للخيبات المتكررة، فإذا تركته ينمو سيأكل جذور الطموح ويمنعه من النمو. وقال محمد الجواهري: القنوط هو سوء الفهم لقدراتنا، وعندما نفهم قدراتنا الحقيقية لا يمكن أن نعتقد بعدم القدرة على تحقيق النجاح. في النهاية من الضروري أن نفهم أن القنوط هو عدو مدمر للطموح والتقدم، ففي لحظات اليأس والإحباط يبدو كل شيء مستحيلا وبعيد المنال، لكن الحقيقة هي أن القوة والنجاح تكمن في قدراتنا على مواجهة التحديات بتفاؤل وإصرار. قال الإمام الشافعي: ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء.